Yes, it's iOS 13. انتهى مؤتمر أبل للمطورين لسنة 2019 وتم الإعلان فيه عن حاجات كتير جدا، لكن اللي يهمني أو اللي جاي أتكلم عنه بالتحديد هو نظام التشغيل iOS، وبالتحديد النسخة الأحدث منه اللي هو iOS 13. وفي البداية لازم أبدأ الفيديو بمعلومة مهمة، وهي إن iOS 13 هيتوفر على آيفون 6S فيما أحدث، وده معناه إن آيفون 5S وآيفون 6 و 6 بلس مش هيتوفر عليهم iOS 13 بشكل رسمي. والتحديث الخاص بالنسخة النهائية من iOS 13 هيبدأ يوصل للمستخدمين كالعادة في شهر 9 بعد الإعلان عن الآيفون الجديدة. ودلوقتي تعالى اكلمكم عن اهم 10 مميزات في iOS 13 تم الاعلان عنها. وخلونا نبدا كلامنا عن اول 4 مميزات اللي نوعا ما لهم علاقه بالاداء. وهنا الميزه الاولى ان سرعه فتح التطبيقات بقت اسرع بمرتين عن الاصدار اللي فات، والميزه الثانيه ان الفيس اي دي او مستشعر بصمه الوجه بقى اسرع بنسبه 30%. اما الميزه الثالثه فهي ان حجم التطبيقات بقى اقل بنسبه 50%، والميزه الرابعه ان تم تقليل حجم التحديثات بنسبه 60%. اما الميزه الخامسه ودي الميزه اللي ناس كتير جدا كانت متحمسه ليها ومستنياها، فهي ميزه الوضع الليلي. وهنا الوضع الليلي بيشمل كل قوائم الجهاز الرئيسيه زي الاعدادات ومركز التحكم وحتى شاشه القفل، وطبعا كل التطبيقات الخاصه بابل زي تطبيق الاتصال، الرسائل، الاسماء، الاخبار وغيره من تطبيقات ابل الكتير جدا اللي بتيجي مثبته بشكل افتراضي على الاجهزه. وفي نقطه مميزه جوه الوضع الليلي، وهي امكانيه تفعيل الوضع الليلي بشكل تلقائي يوميا وقت الغروب. يعني ببساطه لو فعلت الميزه دي فكل يوم وقت الغروب الوضع الليلي هيتفعل بشكل تلقائي. والميزه رقم 6 ان ابل اضافت امكانيه تسجيل الدخول للتطبيقات بواسطه حساب ابل، وده معناه انك لو نزلت تطبيق والتطبيق ده طلب منك تسجيل الدخول غالبا بيكون قدامك حل من اتنين، يا اما تستخدم فيسبوك في تسجيل الدخول يا اما بتستخدم جوجل في تسجيل الدخول، لكن دلوقتي بقى عندك فيسبوك وجوجل وحساب ابل. وهنا ابل بتقول انها هتضمن لك الحفاظ على معلوماتك الشخصيه بشكل افضل من خلال تسجيل الدخول من خلال حسابها، وده لانها تمنع التطبيقات دي من انها تاخد معلوماتك الشخصيه. وحتى الايميل ابل بتقول ان هيكون عندك امكانيه انك تدي للتطبيقات دي ايميل وهم في كل مره هتسجل فيها الدخول على تطبيق منهم، وبكده هتحمي بياناتك الشخصيه بشكل كامل بما فيهم الايميل الشخصي بتاعك. والميزه رقم 7 هي تحسينات على طريقه عرض الصور في تطبيق الصور من خلال الذكاء الاصطناعي، لكن الاهم ان ابل اضافت امكانيه تعديل الصور بشكل احترافي اكتر جوه تطبيق الصور نفسه. يعني دلوقتي من خلال تطبيق الصور نفسه تقدر تعدل الاضاءه مثلا، تشبع الالوان، التباين، الحده، الشادوز، الهايلايتس وغيره كتير جدا، وكمان تقدر تضيف كل الفلاتر اللي انت محتاجها. واعتقد ده هيكون مناسب جدا للناس اللي ما بتستخدمش تطبيقات تعديل احترافيه وعايزه حاجه سهله كده وسريعه، ومعظم الناس بتكون من النوعيه دي. بس الاهم بالنسبه لي انا شخصيا هي انه كمان بقى في امكانيه لتعديل الفيديو بنفس الطريقه، يعني هتقدر دلوقتي تعدل على الفيديو سواء في الهايلايتس او في الشادو او في التباين او في الحده او في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا منها واكتر، وتقدر تضيف فلاتر كمان. ده غير انك تقدر تعمل تدوير للفيديو، ودي نقطه هتكون مميزه جدا بالنسبه للفيديو بالذات في iOS 13. ونيجي بقى لثلاث مميزات هم مش حاجات جديده اطلاقا، بس في عالم iOS هم حاجات جديده وتهم المستخدمين. الميزه رقم 8 ان شريط الصوت اللي كان الاول بيظهر في نص الشاشه وبيخفي المحتوى دلوقتي واخيرا بقى بيظهر كده على الجنب جنب زراير تعليت وتوطيه الصوت، وده معناه ان المحتوى بتاعك مش هيضيع منه جزء لو حاولت تعلي او توطي الصوت. والميزه رقم 9 ان برضه اخيرا تقدر تختار شبكه الواي فاي من خلال مركز التحكم نفسه بدون ما تروح تدخل على الاعدادات، ونفس الكلام ده ينطبق على البلوتوث. والميزه رقم 10 والاخيره انك بقيت تقدر تعمل شير للصوت من خلال البلوتوث والسماعتين مختلفين، يعني ببساطه ممكن يكون صاحبك مشغل اغنيه او فيلم والصوت يشتغل على الايربودز بتاعتك وعلى الايربودز بتاعته. والميزه رقم 11 اللي هي الميزه بعد الاخيره انك ممكن تعمل اشتراك في القناه، لانك ممكن تحتاج تشتري موبايل في يوم من الايام، فممكن انا اساعدك في ان انت تشتري الموبايل المناسب بالنسبه لك. وبس ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وممكن تتابعنا على فيسبوك وانستجرام من خلال اللينكات الموجوده تحت في الديسكريبشن. وكالعاده انا احمد مدحت، واستنوني الفيديو الجاي.